وقفنا آخر مرة عند Data Visualization، وآخر حاجة اللي هو Choosing Plot Type, Plot Types and Custom Styles. طيب في هذه هي عبارة ملخص لل Visualization، إنه متى تستخدم ال Visualization. تمام؟ فبالتالي ملخص إنه إحنا فعليا شو اللي أخذنا؟ إنه أنا في عندي هنا إنه بدي أسأل إنه أنت شو حابب إنه أنت تشوف، relationship ولا trends ولا distribution، ثلاث اتجاهات. في الاتجاه الأول إذا كان trend إيش هي عندي؟ اللي هو line plot. تمام؟ فباللاين بلوت عادة أنا بستخدمه في إيجاد الترندز أو استكشاف الترندز. تمام؟ أما بخصوص الريليشنشيبس بين الأتريبيوتس، في عندي البار بلوت، الهيت ماب، سكاتر بلوت، سوارم بلوت، الريج بلوت، والال ام بلوت. هذول الاثنين بخصوص الريجريشن. عليكم السلام. أما إذا كان أنا بدي أعرض distribution، ففي أنا عندي ثلاث أنواع. شفنا dist plot. تمام. أما إذا كان إنه أنا كنت راغب في عرض distribution، أشوف كيف distribution تبعت النقاط أو البيانات أنا فيها attribute معين، في عندي dist plot بعرض ليهم على شكل histogram، KDE plot، Kernel Density Estimation Plot بعرض لي على شكل Probability Distribution، والJoint Plot بعرض لي إياها بين Two Variables. تمام؟ يبقى الملخص كمان مرة، إذا أنا Trend بالطريقة الوحيدة اللي هي Line Plot. أما Relationships فينا عندي عدة اختيارات. في عندي Bar Plot بيكون بناء على عدة اتريبيوتس، كذلك الهيت ماب عدة اتريبيوتس، سكتر بلوت ممكن ادخل فيها تو فاريبلز او ثلاثة فاريبلز، تو فاريبلز بيكون واحد على الاكس وواحد على الواي، والثالث ممكن ادخله في الالوان هنا جوا. تمام. السوارم بلوت بين تو فاريبلز واحد منهم بيكون كاتيجوري. تمام. الريج بلوت هو عبارة عن سكتر بلوت، ولكن برسم لي فيه ريجريشن لاين، بشوف العلاقة هل هي تزايدية أو تناقصية، إذا كان السلوب بوزيتيف أو نيجاتيف. والألم بلوت هو عبارة عن مثل الريج بلوت بالضبط، ولكن إنه أنا بيكون في عندي مالتيبل ريجريشن لاينز. هذا بخصوص الريليشن شيبس. تمام. أما في الديستريبيوشن، دست بلوت بعرض لي على شكل هيستوغرام، كده بلوت عبارة عن كيرنال دنسيتي فانكشن أو بروبابيليتي دنسيتي فانكشن، الجوين بلوت هي عبارة عن كده بس يعني بتوين تو فاريبلز. وهذا الأشياء إحنا فعلا محتاجينها، محتاجين يا إما تشوف ترند في البيانات فبالتالي بتحتاج هذا البلوت، أو تستكشف علاقات بين أتريبيوتس معينة بحيث انه تشوف ايش اثر هذا الاتريبيوت على الكلاس ليبل، هل هو بيأثر على الكلاس ليبل بشكل كبير. تمام. وحكينا انه هاي الشغلات انه الاتريبيوت اللي لها علاقة بالكلاس ليبل بنسميها discriminative attributes. تمام. كيف في الهيت ماب؟ الهيت ماب اخذناها في السكاتر بلوت، انه بعمل لي رسمة بين كل الفاريابلز زي هيك، وبحط لي مش هنا في البار والهيت ماب هنا. بيكون شكلها زي هيك. هذه أنا عندي هنا الايرلاينز خطوط الطيران، وهنا أنا عندي الأشهر، وفي المنتصف أنا عندي الديلي تأخير في الرحلات،
تمام. هنا التأخير اللي هيت ماب المقصود فيها انه بروح بعمل لي بار من الالوان، شريط من الالوان، اللون الفاتح بيكون انه الفاليو فيه عالية، واللون الداكن بيكون فيه الفاليو منخفضة. فبالتالي من خلال رسمة زي هاي تقدر تقول انه مين اكتر شركات طيران فيها ديلي، اللي هي الاف 9 والان كي، واضح انه فيها الوان فاتحة كتير. طب مين الشركات اللي فيش فيها ديلي بالمرة؟ بتطلع على الالوان الداكنة اللي هي الاي اس والديال ونوعا ما الاو او والفي اكس، هدول فيش فيهم ديلي لانه الالوان فيها داكنة نوعا ما، يعني اكتر حاجة الالوان فيها داكنة واضح هي الاي اس. فبالتالي بنظرة واحدة بالفيجواليزيشن تقدر تشوف هذا الترند. هنا ريليشن شيب بين الايرلاينز والديلي تايم في اشهر معينه، فبالتالي انت بدك تكتشف العلاقه بين الديلي والايرلاينز في اشهر معينه. ريليشن شيب هنا ممكن تكون انه على سبيل المثال انه هذه الشركه فيها انه وضعها تمام ولكن فيها ديلي في هذا الشهر، شهر فبراير. ريليشن شيب بين هاي الشركة والتأخير في شهر معين. طبعا الريليشن شيب هنا دائما انه بيكون في عندي اكتر يعني تو فاريبلز او يعني هنا ثلاثة فاريبلز، انا عندي الشهر والايرلاينز وهنا في المنتصف اللي هو الديلي، فبالتالي ثلاثة فاريبلز في الهيت ماب. السكاتر بين تو فاريبلز الا اذا اخترت ان انت تلون شغلة في النص. نعم. فبالتالي الريليشن شيبس بتكون بين تو فاريبلز او اكثر. تمام. هذا الكلام انه ملخص للرسمه هاي، انه الترندز لاين شارت ريليشن شيب اما بار او هيت ماب او سكاتر بلوت. تمام. او ريجريشن لاين او كاتيجوريكال سكاتر بلوت والديستريبيوشن عشان اشوف كيف توزيعة البيانات في فاريبل معين، بتكون اما على شكل هيستوغرام او كي دي اي بلوت او تو كي دي اي بلوت. تمام. هذا كلام احنا شفناه، هذا ترند. انا شفت الترند، هذا عبارة عن لاين بلوت، شفنا الترند وحللناه. الان بدنا نشوف ندخل بالاكسرسايز. الاكسرسايز بدنا نشوف نقرا انا بدي استخدم different chart style وكلر كومباينيشن مختلف. طبعا هذا السيت اب. تمام. وهذا كذلك سيت اب. هنا انا عندي الداتا سيت اللي هي سبوتيفاي، قرأ لي اياها وحط لي هنا الاندكس كولوم هو الديت والبارس ديت بتساوي ترو. هذه شغلة مهمة عشان نتعرف. هنا حط ستايل معين في الاس ان اس، حطه دارك، حط فيجر سايز، وهنا انه بدنا نرسم الترند بهذا الشكل، فبيطلع شكله زي هيك.
حاجات بعد ما رسمت هذه الشغله هنا بدك تروح على ميكس توتوريال انه انت تدخل في بروجكت والبروجكت هيو عباره عن انه في فيجواليزيشن انه هنا بشرح لي كيف انه انا بدي احمل الداتا سيت الخاصه فيها تمام. فبالتالي مطلوب منكم في هذا البروجكت هذا عباره عن اساينمنت تمام انه انت تحمل داتا سيت تعمل اد لداتا سيت. فبالتالي الهدف من الاكسرسايز هذا انه تتعرف كيف ان انت ممكن تضيف داتا سيت تمام وبدي اياك انه انت تعملها فيجواليزيشن. اختار الداتا سيت اللي بتعجبك تحملها من عندك تمام وتعملها فيجواليزيشن اي فيجواليز يور داتا. فبالتالي هذا عباره عن زي هيكليه عامه انه انت كيف انه انت فبالتالي هنا بتروح تختار هنا اد داتا هاي الكيرنل تبعتك اللي هو الفاينل بروجكت فيش عليها بيانات. فبالتالي هنا بختار اضافه بيانات بروح بحملها انه هي السي اس في انه انا بعمل ابلود للسي اس في او ممكن انه اختار واحدة محمله اوريدي تمام. فبالتالي هنا كل واحد منكم بده يختار داتا سيت مختلفه يا اما بده يحملها تمام ما فيش مانع او انه انت تختار داتا سيت وتعمل عليها فيجواليزيشن مختلفه. فبالتالي بدك مطلوب منك انه انت تستكشف الترندز تستكشف الريليشن شيب بين الاتريبيوتس وبدك تكتب الملاحظات هذه عندك كمارك داون كنوت في 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 الكيرنل في النوت بوك. هذا ان شاء الله راح يكون تسليمه بعد العيد ماشي تمام بس بعد العيد ما يكونش الوضع محبط زي الان يعني يعني خليني انا اعمل ستوب للفيديو لانه هيك بنكون خلصنا وضع الفيجواليزيشن وبدنا ندخل في الانترميديت ماشين ليرنينج وبرضه بدي احكي شويه كلام اخذ راحتي فيه يعني.